حاجة خيال. طيب كان موجود في الملعب النهاردة في ملعب المباراة كابتن الكبير كابتن ياسر الشناوي نجم النادي المصري البورسعيدي، موجود في ملعب المباراة يشاهد محمد صلاح، نقول له الأجواء وشاف ازاي النهارده تألق محمد صلاح في تعادل ليفربول مع فريق أرسنال 2-2. صلاح بالمناسبة كان سجل الهدف الثاني تعادل بيه ليفربول مع أرسنال. يا كابتن ياسر منور الدنيا، مبسوط جدا ووحشني جدا. ربنا يكرمك يا كريم، أنا سعيد أن أكون معاك وأهلا وسهلا بيك وأهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام. شفت المباراة النهارده ازاي وأنت موجود في أرض الملعب محمد صلاح وهو ينقذ ليفربول من الخسارة أمام أرسنال في ملعب الإمارات؟ طبعا مباراة قوية جدا نظرا للفريقين، يعني فريقين كبار جدا، فريقين لهم اسم كبير جدا سواء على مستوى البريمير ليج أو على مستوى العالم، يعني مستوى الدوري الأوروبي كمان. لكن طبعا أرسنال كان داخل المباراة ويعني طبعا عايز يصالح جماهيره، لأن كان يعني حصل مفاجأة سيئة بالنسبة لأرسنال إن هو خسر من بورنموث المباراة الأخيرة 2-0، وليفربول بيحاول إن هو كان يرجع للقمة ثاني لأن مان سيتي كان في فرق ما بينه وبين أرسنال بقى هو على القمة دلوقتي. لكن كانت مباراة قوية جدا، أرسنال كان متفوق جدا في الشوط الأول. أنا شايف إن ميكيل أرتيتا قدر يتعامل مع المباراة بطريقة كويسة جدا، خصوصا إن عنده غيابات كتير إصابات وإيقاف، فقدر يتعامل مع المباراة بطريقة كويسة جدا. كان الشوط الأولاني يعني يعتبر في صالح أرسنال كتير جدا حتى انتهى الشوط بفوز أرسنال 2-1. لكن محمد صلاح كالعادة، وزي ما أنت قلت كريم، طبعا يعني إحنا ما كناش نحلم إن يكون عندنا لعيب يقدر يحقق الأرقام دي. كابتن ياسر، كابتن ياسر عايز أسألك على حاجة مهمة جدا. في كلام كتير عن تجديد محمد صلاح ليفربول، وهل ليفربول تأخر في التفاوض مع محمد صلاح على التجديد؟ هل صلاح هياخد خطوة خارج ليفربول في يناير مثلا أو في نهاية الموسم؟ إيه الأوضاع؟ الكلام على إيه في إنجلترا؟ بيحصل إيه دلوقتي؟ يعني كل الصحف هنا وكل الناس بتتكلم وكل النقاد الرياضيين بيتكلموا عن موضوع محمد صلاح، إن لازم ليفربول ياخد خطوة لتجديد محمد صلاح، لأن نجم بحجم محمد صلاح الأرقام اللي بيعملها وكل الإحصائيات اللي عملها والبطولات اللي حققها مع ليفربول، لازم ليفربول ياخد خطوة. لكن برضو ليفربول يعني واقع تحت ضغط، لأن أنت عندك ثلاث لعيبة المفروض تجدد لهم، وهما ثلاث لعيبة أساسيين مهمين جدا، حققوا أرقام كبيرة جدا، حققوا بطولات كبيرة جدا، وهو على رأسهم طبعا محمد صلاح وفان دايك وألكسندر أرنولد. حتى ألكسندر أرنولد يعني في كلام كتير إن هو هيروح بايرن ميونخ، لكن بالنسبة لصلاح كله بيتكلم دلوقتي ان محمد صلاح لازم ليفربول ياخد خطوه ايجابيه في التجديد ليه. لكن كان في بعض الجرايد اتكلمت ان محمد صلاح اتكلم مع ليفربول ان هو عايز يجدد في شرطين، ان هو يجدد سنتين ويبقى هو برده اعلى قيمه. احنا عارفين طبعا ان صلاح بياخد اعلى راتب في ليفربول، كان قبل كده فان دايك، لكن في التجديد الاخير صلاح بقى هو اعلى راتب. لكن ليفربول كان بيتكلم ان هو عايز يجدد سنه، وفي كلام برضو اتكلم ان محمد صلاح احتمال كبير جدا ان هو يروح لبي اس جي باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، لكن الناس برضو استبعدت بعد كده. كان في ناس برضو بتتكلم ان احتمال كبير ان محمد صلاح، لان بدايه محمد صلاح للبريمير ليج كانت مع تشيلسي، ان هو ينتقل تشيلسي، لكن انا شايف ده يعني نقطه بعيده جدا جدا، لان صلاح كل الارقام والاحصائيات اللي حققها مع ليفربول، بطولات اللي حققها مع ليفربول، استحاله ان هو يلعب لفريق ثاني في البريمير ليج غير ليفربول. كابتن الكبير كابتن ياسر الشناواني نجم النادي المصري البورسعيدي الأسبق، انا بشكرك شكرا جزيلا، دايما ظهورك رائع جدا معانا في رقم 10. بشكرك شكرا.